obvious day in Lebanon. What we'll be discussing with the Israelis, what they're going to do. إنما هي خدمة لكل الإنسانية. حزب الله של היום זה לא חזב الله של לפני שבוע. البداية لمرحلة جديدة. إيران تهدد بتوسيع نطاق الحرب لتشمل مصالح الدول الداعمة. ارتفع منحنى المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. يطلق حزب الله عشرات الصواريخ ضاربتها على الضاحية الجنوبية. تضرب إسرائيل قلب دمشق ويكتل الحدود مع سوريا. حركة نزوح كثيفة لسوريا.